اختصاص حضرتك اصلا صح؟ هندسه مدنيه يعني فيزيكس اكتر. انا ما اشتغلتش مهندس قوي، ما حبيتش ده، بس فيزيكس يعني انا بدرس ريسيرش. يعني انا كنت لما كنت في لندن وكنت باجي مصر اصور او بروح بيروت، بجيب معايا دايركتور فوتوغرافيز اللي هم مديرين تصوير شاطرين جدا معروفين عالميا، وكنت بجيبهم بالقصد والله عشان خاطر الناس هنا المساعدين الصغيرين يتعلموا ويشوفوا، وبعدين بعد كده بقيت تشتغل مع المساعدين، فده عمل فرق في الصوره. وكنت بشوف المسلسلات او السيت كومز اللي بتعمل في لندن، لو شفت بشوفها دلوقتي بقول ايه ده يا عم، روم وحش جدا كده. احنا بس ايه دايما متاخرين شويه عن العالم، بس طبعا في العالم كله كده. بصي بقى، هي دي مشكلتي في الحياه، ان انا بعمل كل حاجه. انا مش بتاع تيم ورك، بس نفسي ابقى بتاع تيم ورك، يعني نفسي يكون معايا مونتير كويس. انا بمنتج بنفسي،